زارش البرازيل. اللي ما زارش البرازيل يا خوتي راه ضيع ضيع بزاف. السلام عليكم ليكيب، مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبداو نرحبوا باي واحد انضم لينا في القناه تاع اليوتيوب او في الفيسبوك، نقول له مرحبا بك في العائله وان شاء الله يعجبك لي فيديو تاعنا مالغري ما راهمش ملاح اسيدي فهمتوا. المهم البلاصه اللي رانا رايحين ليها اليوم اسمها بيدرا ازول، وراهي تقع بالضبط في الجنوب الشرقي تاع البرازيل في الاستادو تاع اسبيرتو سانتو، يعني بعيده على الدار تاعي حوالي 3 ساعات، وراني رايح لها بالطوموبيل كما راكم تشوفوا. هاد البيدرا ازول ما اسمهاش كما نقولوا حنا بالقبيليه ازول في اللون، لا ازول هذه تعني اللون الازرق، وبيدرا تعني الحجر يعني الحجر الازرق. هاد البلاصه معروفه بزاف في البرازيل ويقصدوها بزاف الناس، واليوم رانا رايحين ليها ونشوفوها باعين جزائريه. خير اخيرا خاوتي لحقنا للبيدرا ازول الحجر الازرق، ها اللي كما راكم تشوفوا لينا. شوفوا هذا المكان الرائع، الله يبارك، تقول راك في جنه. شوف شوف كيفاش داير، الله يبارك لهنا. هذو كامل ديار الكرا مغطيين مور الشجر، من بعد ان شاء الله نوريهم لكم. كافيتيريا مازالت ما فتحتش، تفتح بالك على 8 ان شاء الله. لهنا وين ستاسيوني، ها لي الطوموبيل هي. نروح نبدل حوايجي باش نديرو روندوني، روندوني حتى فوق الحجرة بيدرا ازول. ياه عليك، رانا طالعين في واحد الجبل هكذا حتى نلحقو واحد سونتر د انفورماسيون يمدو لنا معلومات. سيرمون عندك لعب ليه هو اللي يشرح. حقنا يمدو لك هادي تعمرها تاع السلامة وكلش، بلي راك كبير في اللاج. ليكيب هاد الروندوني اللي راح نديروها هي روندوني اوتو غيادا باللغه العربيه، يعني ما كانش فيها مرشد سياحي، انت هو المرشد السياحي تاع روحك. وانما قبل ما تبدا هاد الروندوني كاين واحد مرشد سياحي حاطينه لتحت يمد لك دي زانفورماسيون كيفاش راح تكون روندون تاعك، ويوري لك كيفاش راح تتصرف اذا لقيت ولا تواجهت مشاكل في الطريق باغ اكزومبل اذا صبت الشتاء. وكما راكم عارفين البلاصه هذه اللي راني فيها اذا صبت الشتاء راح شغل لي حمل وقادر يصراو لك ولا قادر تموت ولا قادر تتيه في الغابه. بسم الله نبداو روندوني تاعنا، نطلعو لهاد الجبل هايليك الحجر الازرق. اوبا حوالي المده كامل حوالي ساعتين ونص حتى 3 سوايع، وفيها 3 كيلومتر روندوني هادي. هنا رانا بالضبط تحت الحجره هذه، واللي كان راكم تشوفوا لهنا كاين واحد الحجره تشبه سحليه، وهذا الطريق اللي مشيناها كامل لهنا يقولوا لها طريق السحليه هايليك، لانه هذه الحجره اللي هنا تشبه سحليه. لقيت فيها في الورق تاعها نبتة متوحشة. هاد البلاصة فيها تنوع نباتي رهيب جدا، لأنه عندها تنوع في المناخ، الصباح تلقى الجو تروبيكال وفي الليل تلقاه البرد قاسح بزاف. ايماجيني بديت معايا حوايج تاع الشتاء في الليل لبستهم وهكذاك وحسيت البرد، وكي تجي تشوف 3 سوايع تاع السفر بالسيارة ما راهيش بعيدة لدرجة تنوع المناخ هكذا، ولكن صدقوني غير حسيت بالبرد. درك نطلع البلاصة هادي كامل بالحبل. المكان اللي راني فيه الحجر الازرق، سمي بالحجر الازرق لانه اللون تاعو مائل نوعا ما الى اللون الازرق، كي تضرب فيه الشمس اشعه الشمس اللون تاعو يكون مائل بزاف للون الازرق، ولكن فيه ايضا اللون الاخضر، واغلبيه الوقت يكون لونه رمادي. وكاين الناس يقولوا لك اللون هذه الحجره هذه يتبدل لونها 36 لون على مدار اليوم، يعني كي تكون الشمس كاينه تضرب الحجره هذيك دركا ولات رماديه مانيش نشوف الزروقه.
يضرب تتحول 36 لون مختلف على مدار اليوم. قلنا نلحق فوق ان شاء الله نهز لكم الدرابو تاع الجزائر فوق من القمه. هذا البرك تاع الماء تشكلت مع مرور السنين، كاين بزاف، كاين وحده لهنا تداوم الفوق، وحده 2 3 4 5 ويروحوا حتى لتحت، تشكلت مع مرور السنين، مع الماء يهبط والماء قال هنا يحفر هكذا بالعقل بالعقل حتى يحفر. ما بارد بارد بلاص بارد يقتل لي ما شاء الله. بلاصه بالفور، بلاصه طوب، بلاصه طوب. وبلا ما ننساو الحدث التقليدي تاع رمزي وين يروح يدي معاه العالم الجزائري باش يمركي الحضور تاعو، وكما وعدتكم قلت لكم نلحق القمه ونرفد لكم العلامة تاعنا الجزائريين اللي راه دائما في قلوبنا، هاي لكم النتيجه. هاد الغابة اللي رانا فيها هي كانت محمية غابات، نهار بدات كانت في 1960، يعني تحولت لمحمية غابة في سنة 1960، ولكن سنة 1991 رجعت حديقة بارك، رجعت حديقة، بدلوها إلى حديقة. أوكي، من قبل الناس ما كانوش يقدروا يدخلوا البلاصة هذه، ولكن في سنة 1991 تحولت إلى حديقة، الحكومة بدلتها إلى حديقة، ولو الناس بإمكانهم يجيو لهنا ويديروا هاد الروندوني اللي ما شاء الله فيه بزاف مناظر طبيعية. أخوتي بلاصة بعيدة بزاف على المدينة، بعيدة بعيدة بلاصة خوية، نتا وربي نتا وربي. تلقى الدولة البرازيلية خدمة، شوفوا كيفاش راهم دايرين الحبل لهنا، مصوفيتيك الله يبارك صحيح وقوي ما يفسدش، يعني متهلية وباطلة، باطل. يمدولك لتحت قيد اللي يشرح لك، يمد لك التعليمات كيفاش ديرها وحدك، على خاطر هادي روندوني ديرها وحدك، ماشي لازم القيد معاك، القيد برك تحتاجو كي تحب تطلع لفوق للقمة هاديك، هذا كذا مكان، لكن لهنا ما تحتاجش قيد، تقدر تطلع وحدك، ولكن لتحت في البداية يمدولك تعليمات. علاش الناس تحب تجي لهنا البرازيل؟ حنا دولة متهلية، أقسم بالله غير متهلية، ما تشوفش الفافيلا غير الفافيلا وكلش، هي بلاد فيها حوايج إيجابيين وحوايج سلبيين، شوف الله يبارك، ما شاء الله. البارح كنا شوية عيانين يعني من الطريق، وزدنا درنا الروندوني هذي كما شفتو كامل، بصح كي لحقنا للدار الحمد لله روبوزينا. غدوة صباح نضنا وقلت نديكم البلاصة تشوفوها، هاد البلاصة تبيع الفراولة بصح تبيع بطريقة مختلفة. راني لداخل من نقلع فراولة عليك، يمدولك سلة والبري تاع الكيلو 35، انت تقلع وتروح توزن ليه، واش جات ليسونسيال الكيلو ب 35 ريال برازيلي، انت قلع واش حبيت، كاين طايب. المهم عليك شوف الله يبارك، قالك بصح ممنوع الدوق، قلع حط في السلة تاعك وروح وزن ليه 35. المهم هنا شغل جاية فازيندا، شركة صغيرة قولها باللغة البرتغالية سيتشو، بلاصة هايلة بلاصة، وعندهم البنيان هنا شغل ستيل أوروبي تاع الطليان، دوك شوية نصور لكم لهنا تشوفوا كيفاش راهي دايرة. غير طايبين فوالا هامليك واش قلعنا، مولات الشيت تكون لهنا، وعندها هنا الحوانت تاع لهنا اللي هي الكراج، من الريف البرازيلي هذا هو، شوف بلايص لهنا كيفاش دايرين الله يبارك، تحط امورك لهنا وتقعد تحب تخدم لهنا، هايلا كلش حطب. سي بورصا خلصت البرازيلي يا صاحبي من الحطب ما شاء الله. بعد ما تنحي الفراويل هذيك تروح توزنها، وانا كي رحت نوزنها قالت لي واش تحب تشرب معها، ام بالي نشرب جي ولا، قالت لي لا، قالت لي تقدر تشرب معها كافي القهوه، قلت لها اوكي ما كاينش مشكل، قلت لها علاش نورمال عادي، قالت لي عادي جدا، قلت لها ايا بسم الله. 495 غرام. طابون. Voilà, ok.
كاين عندها القهوه، عندها كلش. نروحو نشدو بلاصه ليه، نغسلو الفراوله تاعنا. هاد الفراوله لازم تغسلها انت وحدك، يعني ما تستنى اشياء تغسلها وتجيبها لك. ومن الاحسن تغسلها بالخل اذا كان عندك، واذا ما كانش عندك الخل كما حالتي انا غسلتها غير بالماء كما راكم تشوفوا لهنا. ما نساوش باللي رانا 2023 2024، وبزاف من الاغذيه اللي رانا نستهلكوا فيها يوميا راهي طالعه بدي برودوي شيميك، وهادو دي برودوي شيميك ولا لي برودوي شيميك هادو ياثروا بزاف على صحتنا، ولهذا لازم نحمو انفسنا من الامراض. الاقل نحو هذيك المواد الكيميائيه اللي تبقى في الفواكه ولا في الاكل اللي رانا نستعملوه. عندهم هنا استراتيجيه هايله، شوف هذيك كيفاش يجيبوا لك الطريقه اللي باش يجيبوا لك بها القهوه، مختلفه عن القهوه التركيه، مختلفه عن القهوه الجزائريه. يجيبوا لك الماء سخون هكذا برك ماء سخون، ويجيبوا لك باش تغلق هذاك، ويجيبوا لك هنا كاس، ويجيبوا لك القهوه هاي كذا راكم تشوفوا قهوه برازيليه، وانت تخدمها وحدك فوالا هذيك. هذه هي القهوة تاعنا، القهوة في الريف البرازيلي، شوفوا الله يبارك. وهذا مع الفرز، مع الفرز ما شاء الله. الحاجة اللي عجبني بزاف في هذه المنطقة النوباية، وفضل على النوباية سكان المنطقة والحكومة دايرين سيستام مخصصين غرف وبيوت سياحية خصيصا للناس اللي راهي جايه لهنا بغرض السياحه. والجميل في الامر انه اذا قارنت الاسعار تاع هاد البيوت وهاد الغرف بالفنادق تلقى السعر تاعها بزاف رخيص. هذا واش يحفز على السياحه في هاد المنطقه، ويخلي المستفيد الاول من هاد الاستراتيجيه هو الساكن الاصلي بهذيك المنطقه باش ما يبقاش حاصل في روحه بلا خدمه. خوتي صباح الخير، اليوم اخر يوم في هاد المدينه بيدرازول. رانا في الصباح وراني داخل لواحد السيبيرات وراح نتقهوى، نديرو قهوة الواحد يتقهوى من بعد يعاود يرجع للدار يشد الطريق. حبيت نوريكم السيبيرات كيفاش راهي دايرة اورغانيزي، الله يبارك. شوف الله يبارك السيبيرات كيفاش راهي اورغانيزي، كاين كلش، كاين عفايس على لامبورطاسيون، كاين كلش. لقيتنا جميع انواع لي كومونبير، الشيكولا، البرامج اللي هنا شوف كيفاش مورغانيزي الله يبارك. عندهم اللي هنا بادارية، جزء خاص لهنا باش تفطر. اوكي احنا جايين باش نفطروا، ممنوع تجيب الحيوانات الأليفة لهنا لهاد الاريا. اوكي شوف الله يبارك، وعندها فيو هاي، شوف شوف المنظر هذا يطل على الحجر الأزرق. برا بلاصه ما شاء الله هايله، فور في الشباب في الشباب في الشباب. باين نشوفوا واش عندهم، هاي نستناو هاد تجي وكذا، راهي خدامه وحده. عندهم حلويات هكذا، عندهم البون دي كيجو المشهور لهنا في البرازيل، بون دي كيجو. عندهم الحلويات اللي هذو انا ما ناكلهمش على خاطر الواحد داير حميه غذائيه. Bonjour, tout bon. Si, pour favor, qui t'as un café normal? Regarde. Ils mettent le café là, le menu de ça. Et je vois ce qu'il y a. Alors, c'est le même local là. Je vais me faire. Voilà, je vais vous demander. Qu'est-ce que c'est? Ma parole. وهنا عندنا خبز فرنسي مع البيض مقلي اومليت، هذا ما كان. بسم الله. ديكيب الحقنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم الرحلة. في الفيديو الجاي ان شاء الله راني راح نحط لكم المنزل اللي قعدت فيه شحال استقامني لمدة 3 ايام متكاملة، ونشوفوا مع بعض كيفاش كان دير المنزل.
لا تنسوش اذا حبيتوا تنضموا للمغامرات تاعي، ما عليكم غير تتابعوني وتشتركوا في قناة اليوتيوب وتنضموا للعائلة تاعنا على صفحتي في الفيسبوك. ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم.